من تحت نيران الاحتلال واستهدافاته وتهديداته نقلنا الواقع كما هو. هذه كانت مهمتنا، نقل إجرام كيان الاحتلال والمجازر والقتل، صامدون لنقل الحقيقة والخبر. نحن لسنا مجرد ناقلين للأخبار، نحن أصحاب القضية. هذه الأرض التي تقصف وهذه القرى التي تقصف هي قرانا، هذه المدن التي تقصف هي مدننا، وهؤلاء الناس المهجرون هم أهلنا. سنرفع الصوت دائما، صوت الحق في وجه الظلم. الله أكبر. على الرغم من بشاعة العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكن فيه هامش جميل، أني أرسلت مراسلا لقناة الميادين إلى مدينة بعلبك، وعلى الرغم من أني ابن هذه المنطقة لكن تعرفت عليها مؤخرا، هي ليست قلعة وحجر فقط، إنما هي بشر وناس أصحاب هذه الأرض يشبهون الأرض بصلابتهم بعطائهم. بعد كل ما مر به البلد من معاناة، نحن أكثر التزاماً بنقل الحقيقة، فلا تعب ولا تراجع. تجربة دونها المصاعب ومسار دونه الخطر، لأنها تغطية حرب مع محتل لا يقيم وجداً لا للمواثيق الدولية ولا الإنسانية. من الحدود مع أرضنا المحتلة هي تجربة ميدانية أخوضها بكثير من العزيمة والإصرار والمتابعة، أولاً لأنني أنتمي إليها، وثانياً لأنه من واجب المهني أن أنقل جرائم الاحتلال وهمجيته بحق البشر والحجر.